أعزائي متابعي قناة شاهد فيديو، إليكم معلومات مهمة عن الأمير الشاب محمد بن سلمان احتفالا بعيد ميلاده 34. إذا أعجبكم الفيديو برجاء وضع لايك واشتراك على القناة. محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 15 ذو الحجة لعام 1405 هجري 31 أغسطس 1935 ميلادي، وهو ولي عهد السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وهو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولد في مدينة الرياض، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته هي الأميرة فهدة بن فلاح بن سلطان العجمي، وتلقى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية عام 2003، وكان من ضمن العشر الأوائل على مستوى المملكة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وكان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015، ولكن في إبريل 29 منه 2015 صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليا لولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي، واختير بمنصب ولي العهد في يونيو 2017 بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. أهم إنجازات محمد بن سلمان هو رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وقرار السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم، إضافة إلى تحسين أوضاع المرأة السعودية المالية. وألمح محمد بن سلمان إلى قرب السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء العباءة السوداء، قائلا إنه لا يوجد نص شرعي يوجب أن تكون العباءة سوداء. محمد بن سلمان إن هناك حقوقا للمرأة في الإسلام لم تمنح بعد للسعوديات، متعهدا بالمساواة بين المرأة والرجل فيما يخص الرواتب والحقوق. أصبح للنساء في عهد محمد بن سلمان لديهم الحق الكامل بالبدء في العمل بالتجارة والانضمام إلى السلك العسكري السعودي وحضور الحفلات والأحداث الرياضية. في عهد محمد بن سلمان منحت التراخيص لفتح دور السينما في السعودية بعد 40 عاما من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية. اتخذ محمد بن سلمان خطوات عديدة لمحاربة التطرف الديني في المملكة العربية السعودية، واستهدفت تلك الخطوات إنهاء ما يسمى بمشروع الصحوة الإسلامية في السعودية. في 4 نوفمبر لعام 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية بقيادة محمد بن سلمان. الأمير محمد بن سلمان متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وهي زوجة ولي العهد، ولديه ولي العهد السعودي من زوجته سارة 4 أطفال هم سلمان ومشهور وفهدة ونورة. أخيرا تداول مغردون عبر موقع تويتر صورة لشاب وضع تاتو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صدره تعبيرا عن حبه وإعجابه به. وعادت الناشطة السعودية سعاد الشمري نشر صورة للشاب عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وكتبت علي هوس الشباب السعودي بالأمير الشاب محمد بن سلمان وصل إلى حد وضع تاتو يحمل اسمه.